مدرسة الموهوبين ومدربك ومدربنا كلنا كابتن فتحي نصير. الكابتن فتحي نصير عاوز يبعت لك كلمة عاوزك ترد عليها بعد كده. طيب. غانم أول ما عرفت بيه كان في الثانوية الرياضية، هو كان أحد طلاب الثانوية الرياضية، والثانوية الرياضية دي كانت بتضم في عزها، يعني كان في قمة أدائها وفي نضوجها، كان بتضم نماذج كبيرة قوي من لاعبي منتخب غانم، من الناس اللي يعني إيه نقول، أولا خفة دمه، مشهور في وسط المجموعة بخفة دمه. وكنا هناك إحنا في الثانوية الرياضية، طبعا الإقامة كانت بتبقى كاملة هناك باللعيبة خميس وجمعة بس، والبيات هناك خميس وجمعة بيرجعوا أنديتهم عشان يلعبوا الماتشات ويرجع تاني بات في الثانوية الرياضية. كنا كل يوم خميس المجموعة دي بنتجمع في محل اللي هو بتاع غانم بتاع والد غانم سلطان، فكنا بنروح له هناك ونتجمع كله في التوفيقية، والمحل ده مشهور جدا بتاع فاكهة وفاكهة فريش بقى، يعني مش الفاكهات اللي هي دلوقتي اللي فيها نتراتك وحبوب والكلام ده. فكنا نتجمع هناك يوم الخميس، نروح نتعشى أي وجبات، نتغدى كشري، نروح كباب، نروح الحاجات دي كده، يقول لك كبدة ومخ، يقول لك الأسماك، ونرجع نحلي عند غانم في التوفيقية، وبعد كده ننتشر. ده بتدل على حاجتين، بتدل على ارتباط الفرق وارتباط اللعيبة ببعضها، يعني دوت أهلي وزمالك وبعد كده هيلعبوا بعض. هي دي كانت الروح، الروح من زمان ما كانتش فيه العصبية الموجودة دلوقتي، ما كانش فيه حتة التنمر، كل فرقة تبص للتانية وكل لاعب يبص للتاني. اللعيبة زي ما بقول لك كده أكلين شاربين نايمين، حتى يوم الأجازة بتاعهم بنخرج مع بعض، وأنا كنت بساعدهم على كده، كان في السن ده كنت لسه برضو سن صغير، فأنا قريب منهم، فنقدر نعيش حياة يعني معتدلة، حياة تدينا كورة إنها يروحوا بعد كده الكورة. بعد طبعا هو كان بيلعب في النادي وبيلعب معانا، وبعدين عملنا المنتخب، كنت انا في نفس الوقت برضه مدرب المنتخب، لان انا كنت مساعد مدرب المنتخب زمان، كان بنجمع ما بين تدريب النادي والمنتخبات لان الامكانيات ما كانتش متوفره، فكنت بشتغل كاصغر مدرب منتخب مصر، اشتغل حتى الان في كره القدم. فغانم كان بينضم، غانم وفاروق جعفر والخواجه، وينضم معنا إكرامي، ينضم معنا خطيب، مصطفى عبده، مصطفى يونس، المجموعة دي كلها نرجع تاني ننضم في المنتخب. غانم أهدى واحد في المجموعة وأكتر واحد خف الدم، ويعني هو يعني كان هو يعني نقول الفاكهة، هو فاكهة عندهم فاكهة، وهو فاكهة كمان ككوميدي يعني، لكن كان لعيب من اللعيبة المتميزين في وسط الملعب. وبعد كده غانم كبر وبقى اشتغل في التدريب وخد دورات، وبرضه جيت انا في دورات المدربين برضه تشرفت ان هو ادينا له الرخصه ايه، ما انا ما اديتهالوش، هو طبعا دخل الرخصه ايه وامتحن ونجح وكان قادر. فهو كان يعني كان يفكرني يقول لي يعني انت دلوقتي بتديني الرخصه ايه واحنا دلوقتي سنة 2010، قلت له اه، قال لي تفتكر ارجع كمان 10 20 سنة سنة 70 لما اديتني الثانوية العامة، قلت له يعني انا يعني ربيتك كويس يعني ثانوية عامة وبعدين دخل الجامعة وبعدين خد الرخصة. انا رسالة بقول له ربنا يوفقك وانت حظك حلو ان انت جيت في اي برنامج طويل كده مع الكابتن مصطفى عبده، لأن الكابتن مصطفى أنت عارفه المجري بتاعنا والنجم بتاعنا واللي بيهيئ النجوم واللي بيفكر مصر بلعبتها وفكر الأندية بالنماذج المشرفة بتاعتها. فينك يا غانم من زمان، كنت زمان دلوقتي تقود أي فرقة من الفرق الموجودة دلوقتي، وأنت بقوة وأنت بذكاء وأنت بفكر وأنت مطور نفسك، لكن أرجع أقول كل واحد بياخد نصيبه وربنا يوفقكم.
قلتوا لي كابتن فتحي؟ اول حاجه الكابتن فتحي بعد ربنا فضله عليا وعلى كل زمايلي اولهم الخطيب وزيزو ومصطفى عبده. وبعد كده الكابتن فتحي ده خلي بالك كان مميز جدا في الوقت ده، كان يعتبر اصغر مدرب موجود في مصر الساحة. بيدرب النادي الاهلي ومساعد مش عارف ليدي كوتي، وكمان مدرب منتخب مصر كان مع كرامر 74 ومساعد لكرامر، فاهم انت ازاي؟ فيعتبر مدرب كان مميز جدا جدا، وكل الثانويه الرياضيه تفتكره بكل خير وفضله عليهم بعد ربنا كتير كابتن فتحي، وافتكره بكل خير. وطول عمره راجل محترم ومهذب. وبعد كده خلي بالك كان يحنك مننا كلاعيبه زمالك واهلي، وكان تملي المعسكر بتاعنا بيبقى في اتحاد الكوره، فهو برضه عشان يخلي فيه توازن ان احنا كنا تملي يعني نتغدى في نادي الشرطه كان جنب النادي الاهلي او النادي الاهلي او نادي الزمالك كنا بنروح. لا كان فتحي نصير بقى هو اللي يجبرنا يقول يا غانم تعالى بقى ايه اعزمنا ها في نادي الزمالك، فيجي الخطيب وزيزو على فاروق وحسن شحاته ونروح يبقى جوه النادي عشان يبين لهم ان اكل النادي الزمالك احسن من النادي الاهلي مثلا يعني. ففتحي نصير يعني فضله علينا اكيد، بس هو الحاجه انا مش متاكد منها.